صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام الوداد الرياضي المغربي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا الساعه 9 بالليل ان شاء الله على استاد القاهره. فريقنا بيدخل ماتش النهارده هو حاسم مباراه الذهاب بنتيجه 2-0 في الدار البيضاء، وده اللي ان شاء الله هيسهل مهمتنا النهارده. وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو، يلا بينا. شعار فريقنا النهارده هو الالتزام واحترام الوداد، شفنا ده طبعا من ساعه الماتش ما خلص الماتش اللي في الدار البيضاء، وكله اكد على الكلام ده. كابتن محمود الخطيب اتكلم في الموضوع دوت، وكابتن سيد عبد الحفيظ، وكمان بيتسو موسيماني اتكلم على الالتزام والانضباط. فريقنا فين من بعد ماتش الذهاب اللي كان يوم السبت اللي فات؟ الفرقه يا اما في التتش بتتمرن، يا اما في البيت، يا اما موجودين في الجيم. هي دي الثلاث حاجات الوحيده اللي موجود فيها الفريق. فريق ملتزم تماما وعنده احساس كبير بالمسؤوليه الكبيره الملقاه على عاتقه بعد الاداء الكبير قوي اللي قدموه في الدار البيضاء. فريقنا هنشوف الالتزام دوت ظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما شفناش اي حاجه من لاعبتنا، ولا احتفال ولا ستوريز ولا اي حاجه من الكلام دوت، كله مركز في هدف واحد بس هو الماتش. طب في ناس كانت بتتكلم على ان مباراه الوداد ما كانتش احسن حاجه بالنسبه لنا لان الوداد كان بعيد جدا عن مستواه. انا عايز اقول للناس دي حاجه، يعني هل انت شفت الوداد في الدوري المغربي اللي لسه محسوم من قريب لصالح الرجاء؟ تهالي ما شفتوش كتير، يعني انت كنت بتتابع النوتيفيكيشن اللي بيجيلك على الموبايل نتيجه الماتش مش اكتر، او ممكن تكون شفت ملخص الماتش. ولو جينا نتكلم بقى على فرقه النادي الاهلي، فالفرقه بتاعتنا كانت من قبل مثلا اسبوعين ثلاثه كنا بنقول ايه الاداء دوت، والاداء مش احسن حاجه، وحتى لما كنا بنلعب فرق مش كبيره قوي او مش بتقدم احسن حاجه كنا بنخرج من الماتش زهقانين. شفنا الفرقه بتكسب مثلا الاسماعيلي وبتكسب المصري في الدوري وبتقدم نتائج كبيره، لكن مستوى الاداء ما كانش مقنع بالنسبه لنا. شفنا في ماتش الوداد كان كل حاجه الحمد لله، يعني اداء مبهر من الفريق، روح عاليه جدا، اداء قتالي ورجولي من كل اللعيبه في ارض الملعب، وده اللي خلانا نخرج بنتيجه 2-0. شفنا قفشه بيجيب جول، وكمان ضربه جزاء لعلي معلول، ده غير محمد الشناوي اللي صد لضربه الجزاء. بالنسبه لنا الموضوع سهل جدا، هي عقيده النادي الاهلي وجماهيره اللي مش بتتغير. لو بتلعب فرقه بتقدم كره حلوه وقويه قدامك في ارض الملعب، فانت مطالب ان انت تكسب وما تخسرش ايا كانت الظروف. ولو بتلعب فرقه مش قد كده او مش بتقدم احسن حاجه او مش في يومها، فانت لازم تخلص عليها تماما وتجيب اخرها وتقدم كل ما عندك عشان تطلع بنتيجه كبيره. هي دي العقيده بتاعتنا، وهي دي الروح بتاعت الجمهور وروح الفانيلا الحمراء. شفنا مستر بيتسو موسيماني اتكلم بعد المباراه وقال ان احنا كنا ممكن نجيب جول واثنين كمان، والحقيقه وانا كنت قاعد بتفرج على الماتش كده مع ناس صحابي وزمايلنا، يعني كان الكلام على ان طب ليه ما نجيبش الثالث، ليه ما نجيبش الرابع، ليه ما نزودش. الحقيقه يعني الموضوع دوت كان كل الناس بتتكلم فيه بعد ما بقينا بنقدم كره حلوه واداء قتالي ورجولي في مباراه الذهاب. واللي بسطني اكتر لما مستر بيتسو اتكلم بعد المباراه عن الموضوع دوت، تعالوا نشوف قال ايه في المؤتمر الصحفي. But I'm happy with the team because the organization was good. The game management was good. And we played according to the plan. We played according to the tactics. And to be honest, we could have scored one more or two more chances. With El Shahat, but we didn't take the opportunity. But you cannot complain because the boys played well and they were fighting for their lives. The midfield was very good. Hamdi and Sulaya were very good, and the wingers were working hard to help us. And we didn't have any mistakes at centre back, so we played it clean. So yeah, we are happy with the results. Even though, to be honest, we could have scored one more or two, but we are still grateful for the win. No, we need to play a normal game. We need to play the way we always play. We don't need to sit back and defend. If we play here normal, we should play home more attacking. Yeah, but more attacking doesn't mean you open up. But we need to be organized and tactics are good. But I'm happy with the discipline on the team, to be honest. <تص->
نروح بقى لفرقه الوداد اللي من ساعه ما جت القاهره وهم قافلين على نفسهم تماما وفي حاله عزله تامه وتركيز، وده الحقيقه حاجه تخلينا نخلي بالنا جدا من ماتش النهارده. الفرقه كلها في حاله تركيز وكل حاجه وارده في الكوره، لكن احنا بنتمنى ان شاء الله ان فرقتنا النهارده تكون عند حسن الظن وما نشوفش اي حاجه مفاجاه من فرقه الوداد ونقدر نتعامل مع اي ظرف ممكن نتعرض له. كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم على الشناوي وقال ان ما عندوش انذار، ان شاء الله ما فيش اي قلق، ان شاء الله لو كملنا في البطوله وصلنا للمباراه النهائيه. وكمان قفشة ومروان محسن اللي كان عندهم حالة إجهاد كده جاهزين لماتش النهاردة برضو، واحتمال كبير كهربا يلحقنا النهاردة ويكون جاهز. فريقنا بيأدي تدريبات بشكل قوي جدا في الفترة اللي فاتت وكل الفرقة جاهزة وملتزمة إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف النهاردة أداء قوي جدا يوصلنا للمباراة النهائية للمرة الثالثة في آخر 4 سنين. منطقي النهارده نشوف فريقنا بيبدا بنفس التشكيل اللي لعب مباراه الذهاب اللي تالق فيها معظم عناصر الفريق باستثناء حد او اتنين كده يعني ما كانتش ماشيه معاهم. الشناوي رجل مباراه الذهاب ان شاء الله هيكون موجود النهارده في حراسه المرمى، وقدامه خط الظهر محمد هاني وايمن اشرف وياسر ابراهيم وعلي معلول، وفي نص الملعب ان شاء الله هيكون موجود عمرو السوليه واليو ديانج، وقدامهم هيكون موجود قفشه وحسين الشحات وجونيور اجاييه، وهيكون وحيدا في الهجوم مروان محسن. بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا في مباراه النهارده ان شاء الله، يقدموا مباراه كبيره ونشوف بقى كره حلوه من اللي فرحتنا في المباراه الاخيره وخلتنا نايمين طايرين من الفرحه اليوم دوت. وشاركونا في التعليقات عن توقعاتكم للتشكيل ونتيجه المباراه، ونشوفكم ان شاء الله قريب جدا، ويلا يا اهلي.